ابتسامة هذا الطفل الجميل توازي جمال عينيه، عينان تنظران إلى ملامح تشبهه في صورة رجل لا يعرفه. فقد ولد محمد في تشرين الثاني الماضي، أي بعد 3 أشهر، على اختطاف والده العسكري عباس مشيك في جرود عرسال، الذي لم يرى من أشهر عمر محمد 9 إلا يوما واحدا حين زار أهالي العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة أبناءهم في عيد الفطر المبارك، حيث كان اللقاء الأول، لقاء تتحدث عنه الزوجة زهراء التي خرجت توا من عملية جراحية. هو كان بعده مش شافه، وحالته النفسية كتير تعبانة، عدا ان هو عنده كسل، عنده فيروس بالكبد، عم بياخد كورتيزون، والشباب عم بيأمنوا له اياه، بس حالته كتير مأساوية، يأسان انه قاعد يوصي ابنه، يا بابا اذا ما رجعت انا انت زلمت البيت وانت انتبه لامك ولاخواتك، كتير يأسان ومارق. حتى حالته هو المرضية انه بده علاج مستشفى، بده مراقبة دائمة. مناشد كل المعنيين بهذا الملف انه يرحمونا، يرحموا اطفالنا اللي عم تبكي بدها بياته. اما ابنته فاطمة وابنه علي فجعلت منهما لعبة الكبار اكبر من عمرهما الوردي. هلا انه هو راجع قال لي انه انتبه للماما ولاخواتي. بابا مخطوف وماما مريضة، ما بيهتم فينا. رجاء هذه العائلة كما باقي اهالي العسكريين أن يعود أحباؤهم قريبا ليكبر محمد في كنف والده.